أدى الآلاف من مناصري التيار الصدري صلاة الجمعة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مواصلين اعتصامهم منذ 3 أسابيع للضغط على خصومهم السياسيين. وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية، ما تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. هذا وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في الآونة الأخيرة مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات. إذن في تفاصيل هذا المشهد أكثر ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب. أهلا وسهلا بك سيد نجم. إذن أمام هذا التأزم اليوم ورفض التوجه للحوار، ماذا أو كيف يمكن التعامل مع هذا المشهد إذا كانت الدعوات للحوار لا تلقى استجابة خاصة من قبل التيار الصدري؟ تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. يعني تأخير الحوار الجاد والجديد بين الفرقاء السياسيين بسبب واحد، هو انعدام الثقة. سيد الصدر هو يسعى أن يلتقي مع بعض الأطراف، لكن ما بعد اللقاء هل سيتم تنفيذ هذا الحوار أو هذا الاتفاق؟ أنا أرى صعب جدا لسببين. السبب الأول كثرة الزعامات والقيادات داخل النظام التنسيقي يجعل مقتدى السيد الصدر يتخوف. الأمر الآخر، هناك بعض الأطراف تذهب وتسعى أن تحقق الحصول التوافقية، وهذا يجعل الصدر محرج أمام جمهوره وأمام الشعب العراقي. علما أن التظاهرات الآن التي تحصل داخل المنطقة الخضراء قرب بناء مجلس النواب هي ليست صدرية قطعية فقط، وإنما مجتمعية شعبية من أغلب شرائح المجتمع العراقي بعد التحرك كثير من الشيوعية، من الشيوعيين، من التشرينيين، من المواطنين العاديين. هذا يعني السيد الصدر يراهن على الشارع العراقي والإطار التنسيقي. هنا أقول بعض الإطار، ليس كل الإطار، يراهن على تشكيل حكومة واختيار رئيس جمهورية بأغلبية داخل مجلس النواب، وأنا أستبعد ذلك. نعم، إذا ما الذي يتطلبه الوضع الآن لاسترجاع هذه الثقة؟ إذا كنا نتحدث عن أن الحوار لن يكون موجودا كخيار بسبب فقدان الثقة بهذا الشكل، ما الذي قد يمهد إلى ذلك عندما نتحدث عن قرارات على الأرض أو على الأقل عن خطى فعلية؟ يعني أولا نحتاج إلى تنازل وعقد سياسي جديد، والأهم من هذا أن يكون ضامن. من هو الضامن الذي يستطيع أن يؤثر على كل الأطراف السياسية؟ أما المرجعية في النجف الأشرف أو الأمم المتحدة، الأمم المتحدة لا تستطيع أن تضمن أي طرف من الأطراف السياسيين، وبعض الأطراف لا يرغبون في أن تكون هناك عامل خارجي يكون هو الضامن. بالتالي صعب جدا المسألة ما لم يكن هناك. أما تكون ضغطا شعبيا أكثر من هذا الضغط ليجعل مجلس النواب أن يحل نفسه ويذهب إلى انتخابات، وهذا أفضل حل لتهدئة الأوضاع. هل تعتقد أن المشهد يتجه في هذا المحور عندما نتحدث عن الضغط الشعبي، ما دام المتواجدون هناك في الساحة الخضراء كما تفضلت ليسوا فقط ممثلين عن التيار الصدري، وإنما نتحدث هنا عن احتجاجات شعبوية حتى وإن بدأت هذه بدعوة من قبل التيار الصدري؟ لا، أنا أعتقد هي احتجاجات شعبية وليس شعبوية، لأن المجتمع العراقي في 2019 كانت أكثر من هذه التظاهرات التي عبرت عن غضبها وأعطت تشرين أكثر من 300 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى. وكذلك في 2015 وفي 2009 وفي 2011 صارت التظاهرات تستمر على النظام التوافقي وعلى الفساد الذي استشري في مفاصل الكون العراقي. وما هي التكلفة أمام هذا الحل عندما نتحدث عن حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة ونحن نتحدث عن مضي ما يقارب فقط 10 أشهر عن الانتخابات الماضية؟ يعني أولا هذه ثقة الفائز التيار الصدري الذي تنازل عن مقاعده 75 نائبا ويرغب بالذهاب إلى الانتخابات، لأن جمهوره ثابت ويعول أو يعتقد بأنه سيحصل أكثر من المقاعد التي حصل عليها حتى لو تم تغيير قانون انتخابات الدوائر المتعددة التي تسعى بعض الأطراف داخل الإطار أن تغير القانون وتغير المفوضية، وهذا يعني تحاول تعرقل
الذهاب إلى الانتخابات بشروطها، والسيد الصدر يحاول حل البرلمان بشروطه، بالتالي لابد أن يكون من هنا تنازل ومن هناك تنازل وحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات. إذا ما افترضنا احتمالية التوجه لهذه الانتخابات سيد نجم، فما هي القدرة فعلا على تنفيذها عندما نتحدث ليس فقط عن التنظيمات الإدارية واللوجستية بعقدها وعن المراقبة وكل ذلك، ولكن عندما نتحدث أيضا عن الثقة من جانب الشارع العراقي، وعندما نتحدث أيضا عن نسبة الانتخاب أو الإقبال على هذه الانتخابات التي لم تكن بالمأمول حتى في الانتخابات الماضية؟ يعني الثقة معدومة من قبل المواطن العراقي الكردي السني الشيعي المسلم غير المسلم باتجاه العملية وكل الأحزاب بلا استثناء، هذا متفق عليه. والدليل على ما أتحدث كل الانتخابات السابقة لربما عدا الانتخابات الأولى 2005 هي لا تقل نسبة 30 أو 28 أو 35%، وهذه ليست نسبة يتفاعل فيها الشعب أو يتفاعل بها الذين يعولون على الديمقراطية الحقيقية. أصبحت الديمقراطية مزيفة عبارة عن شعارات وعن تضليل من قبل الأحزاب للناس، أما جعل الناس حقيقة لا تذهب إلى الانتخابات لأن أصبحت لديهم قناعة يذهب أو لا يذهب هم نفس الأحزاب يتكبرون ويتمضرون ويسيطرون على السلطة التشريعية والتنفيذية. أنا أرى إذا كانت هناك ضغوطات شعبية وحل البرلمان ويكون هناك ترويجا اعلاميا، انا اعتقد ان ربما ارتفع نسبه المصوتين وهذا يصب في صالح التيار الصدري. نعم، اذا بالنظر الى هذه الاحتجاجات المستمره فما هو حجم التخوف اليوم من تحول هذه الى من احتجاجات سلميه الى ربما مشهد اعنف من ذلك؟ يعني كل المؤشرات وكل الضغوطات لا تشير بان يكون تصادم بين الاطراف السياسيه. ربما يحدث حرقا هنا او هناك، او البعض يحاول استغلال هذه الحشود المليونيه التي تتظاهر وتعين التيار الصدري ان تستغل ربما بعض الثغرات ثم يكون تصادم، لكن الى هذه الدقيقه والى هذه اللحظه ليس هناك مؤشرات الى هذا التصادم. شكرا جزيلا لك سيد نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والاعلام، كنت معنا من بغداد. انضم الينا من بغداد استاذ العلوم السياسيه دكتور خالد عبد الاله. دكتور خالد اهلا وسهلا بك. دكتور خالد، امام هذا التازم السياسي وعدم التجاوب مع دعوات الحوار، كيف يمكن الوصول الى انتخابات مبكره او تشريعيه او على الاقل حلول قد تلعب الوساطه بين الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والجميع مشاهدي قناه المملكه وشاكر لهذا الاستضافه. بالتأكيد أنا أتوقع الأزمة السياسية العراقية وصلت إلى مراحل خطيرة، والدليل على ذلك اجتماع لقوى سياسية فيما يتعلق بالحوار الوطني لبحث هذه الأزمة بعد مطالبة التيار الصدري الذي يمثل جزءا أساسيا من المشهد السياسي العراقي والمجتمعي والحراك الشعبي الحاضر بشكل حقيقي، والذي طالب بحل البرلمان وجاء انتخابات مبكرة. القوى السياسية التي اجتمعت قبل يومين تحدثت عن انها مع الانتخابات المبكره، ولكن يجب ان نذهب الى الجوانب الدستوريه والقانونيه، وهذا ما دفع التيار الصدري للحديث بان هذا الامر او ان هذا الحوار هو كان حوارا ليس سريا، وطالب بجلسه علنيه، وطالب ان يكون هنالك ايضا رغبه جديه حقيقيه من جميع القوى السياسيه فيما يتعلق بالاصلاح والتغيير، لانه كان قبل الانتخابات هنالك وثيقه وقعت من قبل القوى السياسية لكنها بعد نتائج الانتخابات لن تلتزم بها القوى السياسية العراقية. نعم، ولكن هذه هي النقطة الخلافية التي اليوم تفضل. هذه النقطة الخلافية هي التي ما زالت تشكل عقدة في أي حوار وطني يعقد، لكن مع ذلك أنا أتوقع وجود الأمم المتحدة والسيد بلاسخار تضع نقطة مفصلية عملية في عملية عودة التيار الصدري بالشكل الذي يمكن من خلاله يطلع له ضمانات للجلوس إلى طاولة الحوارات بعد أن يستنبط بشكل حقيقي وواضح الإجراءات الحقيقية الواقعية التي يمكن من خلالها أن تثمر على ما يطلبه التيار الصدري فيما يتعلق بحل مجلس النواب والدعوة للانتخابات المبكرة. نعم، ولكن ما هو شكل هذه الضمانات التي قد يقبل بها التيار الصدري عندما نتحدث عن ضمانات في ظل غياب الثقة سواء في الحكومة أو سواء من جانب الشعب، وكذلك أيضا الثقة في الحوار بحد ذاته ومخرجاته بأي كان؟ صحيح، ما دائما ما يطلبه
التيار الصدري وفين مقتدى الصدر هو مسارات حقيقية في إصلاح ما يمكن إصلاحهم من عملية سياسية بنيت على التوافقية والمقاصصة وتقاسم السلطة. السيد الصدر بات ينظر إلى أنه السلطة أصبحت فاسدة وتستلزم أن تتحول هذه السلطة الفاسدة الحاكمة التي أثرت على حساب المال العام إلى سلطة خادمة للشعب العراقي، وهذا الأمر يستلزم أن يكون هنالك مراجعة شاملة لكل القوانين والتشريعات في الناحية، ومن ثم نتحدث عن تعديلات دستورية جوهرية حقيقية في المادة 76 بالنسبة للكتلة التي تتشكل في داخل البرلمان، الكتلة النيابية الأكثر عددا التي فسرتها المحكمة الاتحادية ليست هي الفائزة، بمعنى أن هذا الأمر قد يضر بأي كتلة فائزة قد تظهر نتيجة الانتخابات، فضلا عن قانون انتخابي يمكن من خلاله أن يلبي طموحات المواطن العراقي، فضلا عن مسألة الأغلبية الصامتة من الشعب العراقي لم تشارك في انتخابات 2018 وانتخابات 2021. الأمم المتحدة هنا دورها يكون ضامن حقيقي لكل ما يطرحه التيار الصدري، وتتبنى كل ما يتعلق بالخطوات العملية والإجرائية لتطبيق بنود مبادرة الحوار الوطني التي إن وقعت فإنها سوف تكون ملزمة. فضلا عن السيد الصدر قد يطالب بأن هذه التواقيع أو عندما يدخل في حوار وطني مع القوى السياسية العراقية أتوقع بأنه سوف يتم الحديث عن جلسة لمجلس الأمن للمصادقة أو لصدور قرار من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة بخصوص ما تم الاتفاق عليه، وهذه أنا أتوقع النقطة الأساسية المهمة جدا التي يريد السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري بهذا الخصوص. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية.